شكري يتوجه إلى لبنان اليوم للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية. القوات العراقية تقصف مواقع داعش داخل الأراضي السورية. مجلس الأمن يناقش اليوم التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية. الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت جرانيتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية. وقالت الخارجية في بيان لها إن شكري سيترأس وفد مصر خلال أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن يلتقي شكري عددا من القيادات والأطراف السياسية اللبنانية وكذا عددا من نظرائه العرب على هامش قمة بيروت. قتل 15 إرهابيا من تنظيم داعش في قصف للجيش العراقي داخل الأراضي السورية. أوضح مصدر أمني أن قوات الجيش استهدفت تجمعا لعناصر التنظيم في الجانب السوري بمنطقة سوسة الحدودية مع العراق، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم. يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مغلقة لمناقشة التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية. وبحسب تقارير صحفية فإن التقرير يطالب الحوثيين باحترام حياد واستقلال العاملين في المجال الإنساني، كما يطالب بتعزيز البعثة الدولية التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن للتصدي لعملية تهريب الأسلحة. وصل مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات حول القمة الثانية المرتقبة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يلتقي كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما سيسلم رسالة جديدة من الزعيم كيم جونغ أون إلى ترامب. ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة ملغومة استهدفت أكاديمية للشرطة في العاصمة بوغوتا إلى 21 قتيلا وعشرات المصابين. قالت الشرطة ورئيس بلدية العاصمة الكولومبية بوغوتا إن سيارة ملغومة انفجرت في تقانات للشرطة بالعاصمة، ما أدى إلى سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين. وأعلن الرئيس الكولومبي فانتوكي أن جميع الكولومبيين يرفضون الإرهاب والدولة متحدة في مكافحته، متعهدا بمحاسبة جميع مسؤولين عن الهجوم الإرهابي. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.